المناصر الجزائري يصنع الاستثناء مرة أخرى. 1500 مشجع حطوا الرحال بمدينة دوالا الكاميرونية عبر 11 طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بعد قرار رئيس الجمهورية بالتكفل بالجماهير الراغبة في التنقل لمساندة رفقاء محرز في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر. نشكر السلطات اللي وفرت لنا هذا الفواياج. ان شاء الله زين فهذه ظروف جد سهله ان شاء الله باذن الله جيبوا لا فيكتوار منا في تشاكا نلعبوا اليس ولا فيكتوار لينا اليوم ان شاء الله باذن الله. نشكر اي انسان شارك في هذه المبادره وعاون هذا الشباب وهذا الشعب باه يوصل لهنا ان شاء الله باه نديروا نتيجه. متعامل الهاتف النقال موبيليس بدوره تكفل بنقل عدد من المناصرين والصحفيين إلى الكاميرون في مبادرة عاكفة على تنظيمها لمرافقة المنتخب أينما حل وارتحل. أتمنى لكم مرة أخرى رحلة موفقة، إن شاء الله تروحوا بخير وترجعوا بخير وتكونوا حقيقة اللاعب رقم 12 واللاعب رقم 13 واللاعب رقم 14 حكم بزاف صبا طبك ماشي غير اللاعب رقم 12 يسمه دبروا روسكم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي. الأجواء الحماسية بدأت قبل الإقلاع من مطار هواري بومدينة الدولي، مشاهد استثنائية صنعها المناصرون من مختلف ولايات الوطن. كما قال بالماضي خويا وين طحنا هذا النوض ان شاء الله باذن الله ما نجوش خايبين. والله المباراه حتكون صعيبه ما يكذبش حتكون مباراه صعيبه وان شاء الله 1-0 للارجيري ان شاء الله 1-0. هذه لانيفرسير سبيسيالمون بالماضي الشيخ تاعنا ان شاء الله فيها الخير على المنتخب الوطني وهذه لانيفرسير تاعي ثاني وان شاء الله كاليفيكاسيو كوب دي مون ان شاء الله. فور وصول أنصار الخضر إلى مدينة دوالا الحناجر بقيت تسطح والكل يهتف. أنا راني من واتسو ورانا درنا الكرنيت تاع ثم الصفراء رحنا قربنا قريب 400 كيلو ورجعنا 400 كيلو مشتكينا خرجنا الكرنيت تاع ثم الصفراء ومن بعد جينا قريب 700 كيلو من واتسو إن شاء الله فالخير. الكاميرونيون انبهروا بالعدد الكبير للمشجعين الجزائريين وهنا بدأ التحدي بين الأنصار. لاجيري أبخي كاميرون نانا ميدابور لاجيري ما يبانس لكم لو كاميرون جو عدونيسيل سانسا با فاسيل ويسانسلا ديفيسيل بلوسكور بموا 2-1 أفافور الكاميرون. سفير الجزائر بالكاميرون كان في استقبال المناصرين أين تم توفير كل التسهيلات للدخول إلى مدينة دوالا. تسهيلات كانت في الاستقبال كلها كانت موجوده ان يافي اوكون جو ديري اوكون كونترانت. المناصرين تاعنا كي دخلوا كي وصلوا دخلوا مباشره ما داروا لهم لا لو كونترول بوليسي لا مام حتى هذاك البصمه اخذ الصوره ان يافي ريان دو تو سا il y avait que ils avaient présenté le PCR ou le carnet jaune تاع لا فيفر جون ودخلوا. من مدرجة ملعب جابوما وطيلة أطوار المباراة ساند الأنصار أشبال بالماضي الذين حققوا فوزا مهما وثمينا ووضعوا قدما في أعتى منافسة عالمية كأس العالم. On est une des rares nations au moins en Afrique voire plus à pouvoir déployer autant de monde comme ça à l'extérieur, c'est pas évident donc on a Yatom Saha vraiment les remercie du fond du cœur. Et on espère leur faire toujours plus plaisir encore. أنصار من ذهب يضرب بهم المثل في الوفاء كانوا وراء المنتخب في جابوما بعد رحلة شاقة على أن يكون الموعد هذا الثلاثاء بالحديقة المفضلة ملعب تشاكير أين سيرسمون لوحات في المدرجات ويكونون سندا حتى يرسم اللاعبون عبورهم إلى المونديال القطري.